عادة من العادات الزوينة والعادات الجميلة جدا في المغرب، ولكن أنا مش عارف هل هي عادة موجودة في كل بيت مغربي ولا موجودة في مدن مدن لا، بعض المدن موجودة فيها بعض المدن لا، لأن أنا بصراحة يعني في أماكن رحتها ما شفتهاش فيها وفي أماكن شفتها فيها. بيوت، بعض البيوت دخلتها في العيد موجود فيها، بعض البيوت ما فيهاش. المهم ان هي عادة زوينة. المهم انتوا قولوا لي في التعليقات فعلا هل هي موجودة في كل البيوت او في معظم البيوت المغربية، ولا دي بعض الناس بيعملوها، وهل هي قديمة، يعني هل العادة دي قديمة ولا الناس بتعملها دلوقتي وبس. ايه هي العادة؟ بعد ما صلي العيد على طول كده، وانت بعد ما تصلي العيد كده، لاحظ بعد ما تصلي العيد كده وانت مروح من صلاة العيد على الدار بتاعتك، وانت ماشي في الشوارع بتشم طلعة من البيوت كلها او معظمها ريحة زوينة، ريحة جميلة. فين وفين عرفت ان الريحة دي مش صدفة، ولا انا عديت في مكان مثلا في ريحة، ولا لا، الريحة دي هي بخور. كل البيوت او معظم البيوت في المغرب في صباح يوم العيد بيشغلوا بخور عشان يكون استقبال العيد استقبال بريحة زوينة، بريحة جميلة. لا شوف دي كمان، والاجمل ايه بقى؟ الاجمل ان زي ما بيعملوا مثلا في الاعراس بتاعتهم في العرس، يستقبلوك في العرس بايه وانت داخل من الباب؟ يستقبلوك بالتمر والحليب في العرس. وفي العيد كمان اول حاجة بياكلوها على الصباح هي التمر والحليب. والنبي صلى الله عليه وسلم، انا كنت افتكر ابويا يقول لي كده، انا ما اعرفش المعلومة يعني، ولكن ابويا الله يرحمه كان بيقول لي كده، كان بيقول لنا كده في العيد، كان بيقول لنا في مصر واحنا رايحين نصلي العيد، كنا بنتجمع ونركب مع بعض ونروح نصلي العيد، وكان يوزع علينا التمر في مثلا راكبين مثلا باص كبير او حاجة، يوزع علينا التمر ابويا ويقول لنا دي خاصك اول حاجة تخش فمك صباح يوم العيد هي التمر. فقلنا له ليه يا بابا؟ قال لنا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اول صباح كل يوم عيد يكسر ريقه بالتمر. فطبعا اكيد من احب الاكل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه في التعليقات، هو الحليب والتمر. فهنا المغاربة بيستقبلوا الاعراس بتاعتهم بالحليب والتمر، يستقبلوا العيد بتاعنا بالحليب والتمر، سنة عن النبينا صلى الله عليه وسلم. فقولوا لي في التعليقات فعلا معظم الناس وكل الناس بتعمل كده بالنسبة للبخور والتمر والحليب، ولا هذه صدفة، او مثلا قلت دلوقتي او ما بقتش موجودة، وهل هو ده موضوع من زمان ولا موضوع البخور بالتحديد جديد؟ قولوا لنا في التعليقات، مستنيكم تقولوا لنا عشان نتعرف ونعرف العالم ونعرف العالم العربي والإسلامي عادات وتقاليد مغربنا الحبيب، اللي هي كلها نبعة من رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكل المغاربة، وعيد مبارك سعيد علينا وعليكم.